يجب أن تكون إحدى قدمي على خط المرمى، ويبدو أو نادي النجف وطاهر حميد هو أول المنفذين. طاهر حميد أول المنفذين للركلات الترجيحية. قدم واي ريتها وأول الكرات يردها محمد صالح. طبعا ثمان ركلات جزاء كانت في مواجهات الفريقين. وأول الركلات يردها محمد صالح. أول الركلات يردها محمد صالح. برافو محمد. حمادي أحمد على التنفيذ. حمادي أحمد على التنفيذ الآن. حمادي أحمد على التنفيذ. حمادي 7 أهداف في شباك نادي النجف في تاريخ المواجهات في بطولة الدوري. الآن الخبرة حمادي ومحمد قاسم. حمادي على التنفيذ. حمادي قدم ويسجل. كرة جميلة وهدف جميل وركلة جميلة من حمادي. الآن 1 جوية لا شيء النجف. الركلة الثانية لفريق نادي النجف. كرة جميلة لعبها بعقل على يسار الحارس محمد قاسم. الركلة الثانية لنادي النجف. محمد صالح في المرمى. ستيفن بابور أو اللاعب ويلسون أغاغبو. ويلسون على التنفيذ. قدم ويلسون ويسجل ويلسون. أول ركلة يسجلها لنادي النجف ويلسون أغاغبو. 1-1 الآن. الركلة الثانية للقوة الجوية. ويلسون أغاغبو يلعب الكرة. مرت على يمين الحارس محمد صالح. الركلة الثانية للقوة الجوية. 1-1 الآن. جيفرسون كولازوس على التنفيذ. جيفرسون على التنفيذ. الركلة الثانية لفريق القوة الجوية. جيفرسون محمد قاصد. قدم جيفرسون. قدم ويسجل الركلة الثانية. 2-1 الآن بركلتين. 2-1 بركلتين. الركلة الثالثة لفريق نادي النجف. الركلة الثالثة لنادي النجف. محمد صالح بالمرمى. من سينفذ؟ ستيفن بابور سجل من ركلة جزاء في شباك السماوة. ستيفن بابور. ستيفن على التنفيذ. قدم ستيفن. برافو محمد. برافو 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 محمد. يرد الكرة. محمد يتمكن من رد الكرة الثانية. 2-1 الآن. شوف برافو محمد. برافو حارس شاب يمتلك رؤية ونظرة ثاقبة للاعب اللي يسدد. ورد كرتين لطاهر حميد وستيفن بابو. الركلة الثالثة لفريق نادي القوة الجوية. كرتين بمهارة وباستبسال ردهم الحارس الشاب محمد صالح. أمجد تردد أمجد وبالتالي يردها محمد قاسم. أمجد راضي يخطأ التسجيل. الآن 2-1 بثلاث ركلات. 2-1. شوف أمجد أخطأ. زجبي المدرب باللحظات الأخيرة من أجل ركلات الجزاء.
ويخطأ التسجيل. اثنين للقوة الجوية، واحد للنجم. الركلة الرابعة الآن، الركلة الرابعة، من سيسدد من لاعبين النجم؟ الجمهور خارج أسوار الملعب. محمد موسى، محمد موسى على التنفيذ. محمد موسى قدم ويسجل محمد الركلة الثانية. 2-2، 2-2، تبقى الركلة الرابعة لفريق القوة الجوية. اثنين اثنين، اربع ركلات للنجف، ثلاثة للجوية. الان الركلة الرابعة لفريق القوة الجوية. علي محسن، علي محسن على التنفيذ، علي محسن على التنفيذ. علي محسن قدم ويسجل، برافو. 3-2 الان، الركلة الأخيرة، الركلة الأخيرة. إذا أخطأ لاعب من النجف يفوز القوة الجوية. روح رياضية عالية جدا ما بين علي محسن ومحمد صالح، وترقب بأن ينقذ الفريق محمد صالح. إذا أخطأوا لاعبين نجف هذه الكرة يفوز القوة الجوية بدون أن ينفذ الركلة الأخيرة. مصطفى، مصطفى مؤيد، مصطفى مؤيد على التنفيذ، مصطفى مؤيد على التنفيذ. مصطفى مؤيد إذا أخطأ راح يكون الفوز للقوة الجوية. مصطفى مؤيد قدم، مصطفى ويسجل، يسجل. الآن إذا سجل القوة الجوية راح يفوز. إذا سجل بالركلة الخامسة فريق القوة الجوية راح يتأهل لمواجهة زاخو. الركلة الأخيرة الخامسة لفريق القوة الجوية، هل يتمكن اللاعب من التسجيل أم يتمكن محمد قاصد من الإنقاذ والعودة للمباراة؟ إذن آخر ركلة من الركلات الخمسة على التنفيذ، محمد زامل، محمد زامل على التنفيذ، محمد زامل على التنفيذ، ومحمد قاصد بالمرمى. آخر الركلات، محمد يتقدم، محمد وانتهت، انتهت، انتهت. فاز القوة الجوية بأربعة مقابل 2-3، 4-3 يفوز القوة الجوية، وبغياب 10 لاعبين يتمكن فريق القوة الجوية من الظفر ببطاقة التأهل إلى الدور ربع نهائي لمواجهة زاخو بركلات الترجيح، بعد أن انتهت المباراة بوقتها الرسمي وبالتعادل السلبي. يفوز فريق القوة الجوية بعد أن أخطأ أمجد راضي، أخطأ طاهر حميد وستيفن بافور ببراعة، مكن الحارس محمد صالح من رد كرتين من ركلتي جزاء، وبالتالي الفضل يعود الكثير لهذا الحارس اللي أضمن لفريقه بطاقة التأهل والفوز بأربع ركلات مقابل 3. ختاما لكم مني أجمل وأرق التحايا، سعدت برفقتكم، شكرا لمتابعتكم، وهذه عودة من جديد إلى الاستديو التحليلي والزميل صفوان عبد الغني رفقة الكباتن حمزة داود وفريد مجيد، ولكن بعد الفاصل.